في فترة ما نرجع شوية للفقرة هذه، في فترة ما في تونس فما شكون ما خليكش تطلع حط لك لاساف العجلة برشا، وكان هو السبب الثاني غير انك خفت في فترة ما بعد الثورة، كان هم الأسباب اللي شجعتك باش تخرج من تونس. ليه عطلوني برشا في حكاية المهرجانات، في حكاية كي مثلا فما ناس بلي معناتها محمد بغي ذكر اسامي خاطرني ولا بالحق خاطر بعد يقعدوا يقلقوا فيا انا، نحترم رايك في هذا واضح. فما ناس يمشيوا للمتعهدين الحفلات الكبار زيد شريك كما نقولوا احنا بودينار ولا الهاني وغيره كما هيك نحكي مثلا، يمشيوا ويقولوا مثلا هيلا نور قداش تغني قداش الكاشي نتاعها مثلا 3 ملايين هاي نغني لك انا مليون ونحيها تلقى اسم كبير كريمه اقسم بالقران. يعني انت يا بريزاري باش تحط الزوز ملايين في جيبك بيان سور باش تقعدني في الدار. هذه من الحاجات اللي انا كنت برشا نكرهها راه وصارت برشا توا وليوا نجوم فنانات ولا زعما يبينين ويغنيوا واحد ما كانوش موجودين في الساحه الجمله راه. نجله كانت موجوده بحذايا هوني وقبلها كان محمد جبالي وغيره من الفنانين، سميت لك زوز اسامي هذم على خاطر حكاو على مشاكل مع شمس الدين باشا في تقريبا في نفس الموضوع، معناها يتصل ولا ياخو بعرض عليهم هما ولا حاجه، ومحمد جبالي تغاشوا مع بعضهم بعد تصالحوا، ونجله هوني قالت لي ما نرضاش حتى باش نسلم عليه ونعتبره نفاق كي راني نسلم عليه. ما عشتش هذا مع شمس الدين؟ شمس الدين لو قاعده تطلع لي سيت ماهيش باهيه برشا، والحكايه ذي متكرره وحتى تحكيت قدامي برشا حاجات متى على شمس الدين وعلى هي الكاركتر اللي ولات فيه ماهيش باهيه. فما حتى فنانات كبدا يغنيوا ولا فنانين يغنيوا سيغ سين يحاشاك معناتها يتكلم في التليفون يكلم اللي جايبه اللي عامل الحفله ولا اللي لاهي بالفرقه وكل شيء يبدا يكفر ويقول مثلا هبطوا من السين تو تهبطوا وانا باش نطلع ما عادش وقت عليه. فهمتني؟ هي الحب عنده شمس الدين طلع عليه معناتها اللي يقولوا اللي عنده برشا انانيه في الموضوع هذا. فهمتني؟ وما يقدر حتى حد الكبير كبير ربي والفنان راه ما يصيرش الدار. فهمتني؟ اياتهم فنانين هاي صباح ودرا شكون وفلان وفلان كلهم بعد راهو مدوا يديهم خاطر شنو الغرور نتاعهم هزتهم. تواضعوا الفنان على تواضعه والفنان على تربيته، مش الفنان خاطر راه شويه الصوت ولا شويه هز الوسط قال الاخر باش يولي ارتيست. مغرور جدا تعتبره ولا اي غرور مبالغ فيه؟ ملاحظات عليه بصراحه انا ما عندي شيء معك انت ما عشتش هذا؟ ليه ما نجمش يعيشوا معايا خاطر يعرفني انا ما نجموش يعيشوا معايا. يخاف منك؟ مش خاف مني خطرني انا نعرف روحي قادر لان نعرف كيفاش نرد عليك. هاي القوه بدات تظهر. ليه ما هذه خدمتنا ما انا ما كلاشيتش حتى حد، اما انت كي تجي على بيبي باش نعرف نحل نعرف كيفاش نحل البيبي ونستقبلك بالقديم.